السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي قناتنا. النهارده انا هوريكم ازاي بنشمط على علفة. دي العلفة عباره عن ايه؟ عن نص كيلو دقيق وربع كيلو، نص كيلو علف زفر، ربع كيلو دقيق، ربع كيلو رده، رغيف عيش بلدي، كيس كاستر. انا ممكن استغنى عن الكاستر، بس الكاستر بيجنن السمكه تحت الميه. انا بعمل كل ده بخلطه على بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين، لو الكاميرا جايباها معايا. هو ده ربع كيلو رده، ربع كيلو دقيق، نص كيلو علف، كيس كاستر، رغيف عيش بلدي عادي ومقطعه حتت صغيره. دلوقتي هننزل نعجن ده في قلب الميه بحيث انها تبقى عجينه. خلي الكاميرا معايا يا ابني. ونعجنها كويس بالطريقه دي. هنعمل فيها ايه؟ نعجنها كويس بالطريقه دي. باين العجنه في الكاميرا؟ ها؟ ايوه. بصوا يا جماعه، شرط اساسي للتشميط في العلفه ان يكون الدور نظيف، مفيش فيه شبك، ويكون غويط. يكون الدور نظيف ويكون غويط، مفيش فيه شبكه زي ده كده. ده الدور اللي انا عامله، وكنت وريتكم فيديو، صورت فيديو وانا بعمله وازاي بجهزه. هو ده شكل الدور بعد ما الميه علت عليه. وهنيجي دلوقتي على الطرف بتاع الدور، هناخد شويه من العلفه اللي احنا عاملينها على وش الدور من بره، زي وش، زي طريقه الجله بالظبط. طش شويه جوه كبر الدور بالشكل ده، بالشكل ده. طبعا انا وريتكم في فيديو تاني برضو طريقه ازاي نعمل السبحه بالتشميط على طريق الغماس. اللي عايز يشوف الطريقه يخش على القناه بتاعتي ويشوف طريقه الفيديو. الفيديوهات بتاعنا نفرد العود بتاعنا عادي خالص. الشكل ده صوره عشان ايه؟ الشكل ده كده يا جماعة نفرد السبحه بتاعتنا، وهفرجكم ازاي احنا بنرمي وازاي شكل الغمزه على السبحه. وهوريكم ازاي ان شاء الله دلوقتي ربنا يرزقني واجيب سمك، واوريكم السمك اللي بيطلع على السبحه شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عجبكم الفيديو بخصوص اشتركوا في القناه وتعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفاد. طبعا عدد الهلاف في السبحه زي ما انت وبختصر الوقت عليكم كمان بالشكل ده. ايه بالشكل ده كده يا جماعه. طبعا احنا هنرمي السبحه قدام، هاتي السبحه معايا وانا برمي على الغماز، برميها قدام عادي وبحرب فوق العلفه اللي انا عاملها بالشكل ده. وهوريكم برضو ازاي اعرف، بعرف ان في سمك وامتى بضرب السبحة. بعد اذنك كده عشان اقرب الزوم. ايوه، حطه على الغماس خالص واقعد. طبعا يا جماعه احنا لازم نبقى متداريين
طبعا لازم نبقى مدريين عن الغماس خالص، عن الوش الدور خالص. يا رب يكون الغماس واضح لحضراتكم بالشكل ده. اي حركة للغماز انا المفروض بضرب. اي حركة للغماز شمال او يمين انا المفروض بضرب. بعرف كده ان في سمك تحت المفروض ان انا بضرب عليه. كده تقريبا في هزة بسيطة في قلب الدورة ايه، قلب الغماس، فيه كعبلة بسيطة تحت ايه، بس انا اتأكد ان يكون في سمك اكتر. نحاول طبعا يا جماعة ان الغماز منحاولش نحركه، منحاولش نحرك العود طول ما هو في المية، وهنستنى العلامة حتى لو علامة خفيفة هنبدأ نضرب عليها ان شاء الله عشان نوريكم شكل السمك. نتوكل على الله، اول علامة حتى لو كان صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، ده شكل السمك وهو طالع، وكل ما الليل يخش السمكة بتبقى أكبر وأحسن من كده كمان. أنا بحاول أبعد الموبايل عن الدور عشان الفلاش. طبعا انا بنصح اللي هيضرب يضرب جامد عشان مفيش سمكه تفرغ في الدور، تعور وتفرغ على الفاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي علامه خفيفه اهو. بصوا يا جماعه سمكه تانية اهي، يا الهل يا رب تعجبكم، وطول ما الليل يخش بيبقى احسن. طبعا انا هوريكم بطريقة تانية من على بعيد شوية. زي ما قلت لكم كل ما الليل يخش بيبقى احسن واحسن احسن واحسن. السمكة الكبيرة بتخش اكتر، تطمن وتخش. وانا ان شاء الله انا هضرب على اي علام انا احس بيه من عندي من هنا عشان اوري لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرغ المريخ. تاني من على الدور.